جمهورية جديدة تتسع للجميع وتنتصر للاختلاف، تكليف واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بتنظيم وتنسيق حوار وطني بين كافة التيارات والأحزاب السياسية وفتح الباب لمشاركة كل المصريين على اختلاف تياراتهم. من هنا جاء تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني لوضع إطار عام لمجريات الحوار ولائحته التنفيذية عبر سلسلة من الاجتماعات المتتالية. تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.